مؤسسة. اليوم أنا شفنا شهادات ما شاء الله، ولو أن الأمر يتعلق اليوم بذوي الهمم بالدرجة الأولى، لكن عدد الناجحين راهو يتضاعف سنة بعد سنة، خاصة بعد ما شافوا بما يأتيه هذا النوع من التعليم من فوائد لإنقاذ كل من لم يصفهم الحظ في مواصلة دراستهم كما قلت في النظام العادي. جيت سعيدة بتواجدي اليوم في فندق الهضاب في هذا قاعة الحفلات من أجل تكريم فئة عزيزة على قلوبنا، فئة تستحق هذه الالتفاتة، فئة عملت درست تعبت ونالت الحمد لله، إلا وهي فئة ذوي الهمم، يعني المعاقين حركيا، وعندنا أيضا المعاقين بصريا. من المكفوفين عندنا 3 مكفوفين مكفوفات اللي تحصلوا على امتحان شهادة إثبات المستوى بمعدلات فوق 14. ولا يخفى عليكم بأن هذه الفئة بالضبط أو هذه المكفوفات وصلوا سجلوا في المركز الولائي لتعليم التكوين عن بعد منذ السنة الأولى متوسط. أبينا أن نقدم لهم مخيم صيفي قرآني بمدينة وهران إن شاء الله لكل المتفوقين المسجلين عند إدارة مركز التعليم عن بعد، وهذا لمدة سنحددها مع أولياء الأطفال حسب القدرة تاعهم وحسب الظروف تاعهم إن شاء الله. وجمعية الثروة تبقى في خدمة هذه الفئة وذوي الاحتياجات هذه الفئة وشريحة أخرى. عندنا مخيم مفتوح يعني في وهران بتنسيق مع أكاديمية الشيخ عبد الحميد بن باديس، هو مخيم دولي تدريبي قرآني سياحي. النظرة الأولى على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا نجحت هنا بولاية سطيف، وسيكرمها السيد رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى من فئة ذوي الهمم لنذكر الوحيد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده المذكور على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم، هذه أكبر آية توضح نعمة الإحاقة، فاللهم اجعلنا من الصابرين في الدنيا لكسب الآخرة. والثانية أعطونا رسالة واضحة وصريحة أنه ليس شرط أن نتكون داخل أسوار المؤسسات التربوية.